ما الحكم في الإنسان الذي يحج بيت الله الحرام وهو على خلاف مع أهله وإخوانه ولم يكلمهم ولم يكلمه؟ الحج في حد ذاته صحيح إذا توفرت شروطه وأدى مناسكه على الوجه المشروع، أما بينه وبين إخوانه لو قطيعة فإنه يأثم بها إذا كان هو السبب في ذلك أو هو مشارك في السبب، فإنه يأثم بها ويكون هذا كبيرا من كبائر الذنوب. القطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب بدليل قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. فالحاصل أن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصالح أقاربه ويذهب ما بينهم من القطيعة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما حجه في حد ذاته فهو صحيح.